مات سوبرمان والله كويس، خلينا نشوف مات سوبرمان عليه. انا ما عندي مشكله في اي ما بيجيني حاليا والله صراحه. يعني انا اللي فهمته انك يوم تحمي ذي الضربه يطلع ذا الصوت، بس معناته تضغط كليك يسار يضرب ضربه طويله مره، لكن مشكلته زي من شاربلي يعني وانت محمي ما يمديك تلف يمين يسار، راح تظل سيده ما في يمين يسار. فاعتقد ذي سرفايفل يعني في الوقت الحالي مو قاعد قاعد اقدر اجيبهم فيها، انهم جديدين عليها بس بعضهم راح يصير فنان بعدين راح يعرف كيف يكنترها بالراحه. اوه هذا البسيشن حقي يا الله، شايفين كيف انجريت بالريوس من دي الحركه عشان بس لف يمين، فلازم تسوي كذا. بس واضح يا جماعه خير انه رجعوا السيرفرات. اوكي عيدكم مبارك عساكم اي عيد اي عيد. طيح بيت يلا. شوف كيف يهوش للبلت. اوكي خلينا لو معلش خلي كسر الانفنتين مع بعض يكون احلى شيء في الحياه. يا رب يا رب نقعد يدور هنا. يا لب قلبك يا شيخ. هذه فائدة الحركة ذي مرة حلوة صراحة. بجرب ترى صح، قاعد يقولوا لي في التعليقات حاليا انه يمديني اكسر البلد في الحركة ذي، فبجرب بعد شوي. حاليا بحط لي وحده هنا بعد. ليش 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 شو اسمه قدرت اشوفه؟ ما يمدي تستهبل علي؟ ما يمدي. ما يمدي تكسرها في هذا. الطمع شين. بدي نكسر الجنريتر. اوكي منتظرني عند البلد ذي بيطيحها. انت نفر ايوان يا شيخ. اوه هذا انت، هذا دورك هنا كنت على اليمين والله. اوه البيرك حقي ضرب الجنريترات، نايس والله. ليه ما ضرب؟ واو. شايفين كيف؟ يتلوب بالراحة الرجال الأجودي. ليه ما ضرب؟ يا حبيبي هذه تسويها عند بابا مو عندي. بيتشتج تشتوجي. ما يمدي من هنا، ما يمدي من هنا. ما يمدي ابدا.
حتى انه مره حركته الكامل تصير بطيئه. داري انك بتلف، داري انك بتلف، يعني ما راح توصل، شيء طبيعي انك تلف. ظل الشباب اللي معاه شغالين ترى جن اسطوريين. اوكي ننتقل من هنا. بالانس لاندنج نايس. اوكي صار 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 شو اسمه بسرعه يجي. يا عمي مره صعبه ذي الداش، مره صعبه. مرة صعبة وبنفس الوقت ما يكسرها يا جماعة الخير، يعني ما يكسرها. مو زي ما قلتوا لي، ما جربتها قبل شوي ما تكسرت. اح لسه جن واحد توني استوعب. يب حرقوني حرق. محرقة. ماني قاعد استعمل البورت، انا مشكلتي. اوكي هذا هو. الو ستيف هاو ار يو. ما يحتاج. الاخير وينه؟ انا احط لك بورت هنا تعيم. الله خير. ساكت عند اوه فتح الباب. عجيب والله. قاعد يركض من ذا الاتجاه. ابله ذا. اها وين جرب كنسل الداش؟ كنسلته، جربتها كنسلها يا جماعة الخير، ما استفدت شيء نهائيا. وين تجي تجي تسيب وتبغى تعيش؟ ما ينفعش يا باشا، ما ينفعش. اوكي سيف خله يروح كذا. طيب لو طرح البلد كان احسن. يب لو طرح البلد. هلا والله معتز. معتز انت معتز وليست معتز. اول 4K لنا في الكيلر ذا. والله يعني الدرداش مره صعبه، يعني تخيل لو امشي سيده لف يسار خفيف
بعد اني بس مشكلته سريع ترى يعني سرفايفل لازم يعني يعرف متى يدق الداش وحتى الكيلر بعد يعني يعني حتى كذا لازم يعني مثلا السرفايفل شافه كذا بسرعه لف يسار عليه كذا يبغى له هذه رده فعل ورياكشن مره قوي لكن انا هذا ثاني جيم لي مسكين معك موري ترى لا لا ما حطيت موري من جدك حط كان معي موري لا لا امانه امانه لا لا امانه لا ما معي موري اشوا ما معي موري او ماي جاد يا شيخ تخيل معي موري اوكي رانكات رانك 3 رانك 6 نايس جود جيم صراحه استمتعت في الجيم او الماب الجديد هلا والله الماب الجديد احلى حوسه اول جيم لي في الماب الجديد يا سلام كيف احط شو اسمه فيها طبعا نعيد واكرر هذه حكته اطقع ذي الدزه مره رهيبه لانه توصلك مكان مره بعيد لكن بنفس الوقت ما يمديك تلف يمين يسار وانت داز يعني زي منشار بلي سيدة بس لا والله منشار بلي يمديك تلف هذا لا نهائيا ما يمديك تلف بس والله يا جماعه تخيل شوفوا الدزه حكته كيف هذا كيف وصل فوق بسرعه طيب نفسي ما شايف انا يا جماعه خير انا حيوان هذا المصنع ابلع ليش قاعد اضربهم بالضربه ذي انا كيف طلع بدون خطوط ما ادري هو الماب حوسه شكرا على الفولو يا بروكد اوكي الله يسامحك يا اخي شايفين ما له خطوط الحين رجعت الخطوط يحب يمشي مشي عادي ويحب يمشي مشي بسرعة نايس عليك والله ابلع اوكي انا اسف اكلت بلت على راسي اوكي لا ما اكلت كان الخشب مو امن الماب كله حؤسة في جنريترات اوه في دور ثاني فوق في دور ثاني فوق سلام عليهم وشو ذا شوفوا الفيران تبي الفيران استغفر الله تبي انت نظر حيوان يا شيخ هذا الطريق مثل هذا البلد هذه هذه البلت بتكون بلت عظيمة تقفل عليك الطريق تضطر انك تكسرها ترقي عند خشمك مع احترامي لي الكلمة من البيسمنت اوكي الدورة الثانية خلينا نروح نستكشف الدورة الثانية مع اختنا نانسي ويليامز اوه يمديني اسبق من هنا خلينا نجرب الدزة دي انا فليت امها ملاحظ اني صاير زي منشار بلي مدمج مو مدمج اوف اوه والله طحت مسافة بعيدة مرة الحين بعد ما رجعوا شالوا السيفرات حقتهم التعبانه يمدي يكمل من هنا كيف كذا الماب والله حوسه لازم ما اسبق هنا انا والله انه السحب فيني يا شيخ على غباء حقي هذا البلت بلت فيك لا احد يوقف عنده نهائيا والله الماب مرة حوسة ذا نطلع فوق وين اطلع فوق انا مديني اطلع من هنا يا عمي ابغى اطلع فوق عند ذولي كيف مبروك الله يلعن ام الدوخه والله العظيم جاني النوم شوف يمدي يطب من هنا يلعن ام المسخره
يوه دقيقة خلني افرك عيوني. اوكي اكلت بلد، شكرا انك ما تعرف تضرب البلد. والله الماب مرة كبير، يبغاله نيرف الماب، يبغاله قص حرفيا الماب ده، يبغاله قص. هو صوت واحد يدابت هنا. يا الله والله الماب نعسني، والله العظيم الماب نعسني. تل قطط لقولك شو اسمه قوينا ذاك، ليش تصدم في الجدار؟ تصدم في جدار؟ تصدم في جدار لأنه الكيلر يخليك تصدم في جدار، لأنه الكيلر يخليك تصدم في جدار. تحسب الدزة حقته هينة؟ الدزة حقته شوف كيف توصلك، شوف شوف كيف توصلك شوف. وبعدين ترى ما يمدينا نلف فيها. هذا الكيلر ما راح يلعبونه إلا مرة مرة يعني اللي فاهمين ومحترفين. الشخص اللي يحب يلعب مايكل مايرز ما راح يحب ذا الكيلر، راح يشوفه صعب ويشوفه غبي. أنا صراحة عن نفسي أشوف ذا الكيلر قوي للمحترفين، الناس المحترمين ذي كمان المنوب ما راح يفيدهم. مو منوب والله يعني مو قوي قوي بعد، لا يخس يكون زي النيرس زي سبيريت زي بيلي، لكن قوي ولكن مو بذيك القوة لكنه قوي. يعني الداش ذي عبارة عن 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 خط مستقيم، فهذا الخط المستقيم هو راح يجيب فيك العيد، لأنك أنت وقتها ما راح تعرف نفسك. يعني مثلا سرايفل، السرايفل يمدي ترى يكنترك بالريوس، لو لف يسار عنك خفيف ما يمديك تجيبه. يبغالك تكون ردة فعلك مو اسطورية وبس، يبغى تكون كل حياتك انت ردة فعل، انت عبارة عن ردة فعل حرفيا. الله يلعنهم هالماب الخايس. شايفين كيف؟ يب الكيلر قوي درجة ثلاثة باختصار يا مانستر، صح اختصرتها. مو للناس الجديدين في اللعبة الكيلر ده باختصار، هذا الكيلر مو للناس الجديدين في اللعبة. يا ربي لك الحمد اني لقيت كلامك كويس، هذا الكيلر احذفوا كلامي اللي قلته قبل شوي، هذا الكيلر مو للناس الجديدين في اللعبة، للناس اللي يعني قديمين في اللعبة، للناس اللي يعني تحب تتعلم على الشيء الصعب. انه هذا الكيلر راح ياخذ وقتك زي النيرس، راح ياخذ وقتك زي بيلي. وفي النهاية عادي يا ريت يعني انه الجائزة يعني مثلا يوم تحترف النيرس تاخذ جائزة انك تصير جلاد في اللعبة كاملة. فهذا الكيلر للاسف مو الجائزة راح تكون جلاد في اللعبة، لكن الجائزة انك راح تصير يعني محترف في الكيلر ده. يعني هل يا وليد من كلامك افهم انه بدون فايدة انك تحترف الكيلر؟ لا مو بدون فايدة، في فايدة ولكن فايدة انك تستمتع. انه يعني اذا الكيلر يكون يعني زي بيلي يمسك الجيم، هذا الكيلر اعتقد يكون راح يكون يمسك الجيم. لكن بيلي يتميز عند الكيلر انه شو اسمه؟ انه ون شوت، اما هذا الكيلر ما في ون شوت. زي ما شفته الحين انا بحركه كنترت شو اسمه كنترت البلت العيد. اوكي مو العيد، رفعت راسي باخر لحظه. يا عمي وين ال وين الان ما انتقلت بالتليبورت؟ انا عشان كذا قاعد اتمشور الان، انا ما انتقلت بالتليبورت نهائيا. يا الله قال واحد يسحب عليك وتجي اخر شيء تطقطق وجهك. انه في واحد فوق، اي تعال. في لف بس على 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 لفته جبته، على النهاية لفته. ايش الماب؟ يو يا والله الماب ذا راح يتعبكم. وهذا كيلر راح يمديك تكنتر حركته ذي، لكن بنفس الوقت اذا ما لفيت بسرعة سريع مرة. سريع يا شيخ طلقة لعن خيره، مرة سريع. اوه هلا والله. شوفوا شوفوا شوفوا
شايفين كيف تكنترت فيها بسرعة؟ على الزاوية بس على لفة، على لفة خفيفة كنترت فيها. أنا متى ما كسر دي البلد؟ والله إني أهبل. هذا كيف طلع هنا؟ يا عمي الماب ذا والله يا إنه في لوب. لا بس والله يا الماب إنه في أشياء لا تعد ولا تحصى حرفيا، يا إنه في متاهات في أشياء يا لطيف. الله يوريكم ما أدري صراحة كيف يكون الوضع. طبعا هك أوه ماي جاد كان يقولون يقول لك يعني يقول لك ليش كلر يتنوا كيف ذي النوعيات كيف يسيفون بعض. طيب ذا فريند اجا تبغون تبلكون بعض ها تبغون تبلكوني عنه ها ما يمديكم تبلكون بغالكم سنين وعامات وشهور ولذلك نعم كذا ركض راح من هنا يسار صح؟ ترى ما ابغى تنل ما ابغى تنل يا مسكين ما ابغى تنل ما ابغى تنل ذاك تو طالع من الهوك. اوه شيت هذا مات. اوكي طبعا نظام التليبورت راح يكون كذا. انا ما حطيت تليبورت فوق للاسف مسافة. دول مفطسين. لا لا حط تليبورت هنا. طبعا هذا الكيلر يمديك تكنتر ام الجيم حاليا انك تحط عند هذا عند شو اسمه. والله كنت ابغى اروح لك والله هذا تو رجعتي عليه. انا احس انه حاجتك صلحت الجنريتر ونكب. شوفوا صلح الجنريتر ونكب نفسه بل شو اسمه تعال صلح الجنريتر ونكب نفسه انه سكرت كل الدرايش. اوكي الحين اوه تصدقون الكيلر ذا لاحظت ما يمديك تنتقل عن طريق تكون واقف فوق التليبورت وبعدين تنتقل كذا. اعتقد انه بيسيف خويه لكن انا بنفس الوقت ما ابغى كمبر له صراحه عشان يسيف خويه. خليه يسيف خويه. اوكي الحين اعتقد انه نلاقيه. اعتقد هو زيي قاعد يدور يقول من وين اطلع. ليش لونها اصفر ذي؟ اوكي هذه تليبورت فوق خلينا نروح لها. والله اني كنت حاس عندها هذه كنت ناوي ارجع لها والله العظيم. تعال انت يلا يا الماب حوسه وربي الماب ذا
لأنه حوسه ألف حرفيا. بص ولا كلمة. اوكي ذاك من وين نزل؟ قتل نفسه عشان يدور الهاتش ذاك، او انه لقاها. عاد والله انا بحوس هنا ساعه لالاقي الهاتش. بسكرها، ما اعتقد مع ادرينالين ذاك. وين يكون راح؟ معقوله فوق؟ هنا؟ فوق؟ وش جايبك هنا؟ واو، تعال خلينا نجرب عليك لا دقيقة، تعال تعال حيوان، تبغى تخرب علي الموري ها؟ والله انه حيوان ذا، يبغى بس كذا يخرب علي الموري عشان ما يشوفونه المشاهدين. لازم تخلي المشاهدين يشوفونه يا مروح، لازم تخلي المشاهدين يشوفونه. ما شال راسه يا شيخ، والله حرام، لازم يشيل راسه، والله لازم يشيل راسه صراحه، ما ينفع كذا. شوف كيف يمشي. شي كان مقلتش البداية بسبة المؤري يعني. أوه. الضربة الثانية اللي فيها إذا طيحت سرابي من ضربة واحدة. يب يب